ثقيلياتي جتكم من اقصاها تدحم الميدان والطاير غباره اقوي تخيار المجاهيم واغلاها لو تباهم فيها للزين تجاره العقيلياتي جتكم من اقصاها تدحم الميدان والطاير غباره قبل كما تعرف ان عندها الوفاء لصاحبها وتعرف مرعاها وترجع حتى زين تجاره يومي عبد الله تناها ونقاها للدار من بين الاذواد مختاره جابها وتعلمت منها اني دائما اطالع للامام لا اطالع للخلف العرض بكشات وزياره العقيليات جتكم من اقصاها تدحم الميدان والطاير بسم الله الرحمن الرحيم. لبل أحد هواياتي زي أي هواية لكل إنسان يعني. والإبل يعني تعلمت من الإبل أشياء كثيرة في حياتي، منها الصبر وقوة التحمل والترابط بين بعضها وبين الأم وأبنائها. وتعلمت منها أني دائما أطالع للأمام لا أطالع للخلف. تعلمك التأني والحلم والتآلف والوفاء والصبر واللي هو سبب معدوم الآن. وفيها فوائد كثيرة جدا في لحوم الإبل وحليبها، متميزة عن الحيوانات الأخرى بمراحل كثيرة، وقد وصلت في القرآن أكثر من مرة، وتبعدك عن المدينة وتخلق للصحراء. ويكفي أن الإبل تجمع لك من الأحبة والأخاء في وقت نهاية الأسبوع، تلقى النزهة ولا هذا، وتعرفك على ناس آخرين، ويكون عندك وقت متسع من الوقت لكي تتفكر وتشتغل وتعمل أكثر مما كان سابقا. العقيليات جتكم من أقصاها تدحم الميدان والطاير غباره أقوي تخيار المجاهيم وأغلاها لو تباهم فيها للزين تجاره العقيليات جتكم من أقصاها تدحم الميدان والطاير غباره أقوي تخيار المجاهيم وأغلاها لو تباهم فيها للزين يومي عبد الله تناها ونقاها للدار من بين الأذواد مختاره جابها اللي بس من مات غلاها ما حضر للعرض بكشات وزياره العقيليات جتكم من أقصاها تدحم الميدان والطاير غباره أقوي تخيار المجاهيم وأغلاها لو تباهم فيها للزين تجاره يومي عبد الله تناها ونقاها للدار من بين الأذواد مختاره جابها اللي بس من مات غلاها ما حضر للعرض مكشات وزياره روحت أبو محمد تقفاها والوعد في محفل شاع تذكاره من مداهلها بعيد معشاها والمزايا ما تعداه مراره اني شد عنها يجيها ويلقاها كان وده يبخص الزين واسراره لو بسميها ولو ما هي اسماها مزعله ولا مغيظه وحشاره روحت أبو محمد تقفاها والوعد في محفل شاع تذكاره من مداهلها بعيد معشاها والمزايا ما تعداه مراره اني شد عنها يجيها ويلقاها كان وده يبخص الزين واسراره سميها ولو ما هي اسماها مزعله ولا ايش اقول ان جيت اعدد مزاياها كل من فكر بها تبهر افكاره الوكد ان الجوايز تحراها في رسوم وصافها فوز وبشاره والعقيليات هذا مسماها باسم رجل يزرع الخير في داره اسمي عبد الله فخرها ومعناها في دروب الخير طاير
وش أقول إن جيت عدد مزاياها، كل من فكر بها تبهر أفكاره، الوكد إن الجوايز تحراها في رسوم وصافها فوزي وبشارة، والعقيل يأتي هذا مسماها باسم رجل يزرع الخير في داره، اسمي عبد الله فخرها ومنصاها، تنفقي منه ولا تعلم ساره، كم بيوت هدها الفقر واغناها، من يمين تعطي الجود مقداره، روحت هبوب محمد وقماها ولا عد في محفل شاعت اذكاره، الوكد ان الجوايز تحراها في رسوم وصافها فوزي وبشاره، الوكد ان والعقيل ياتي هذا مسماها باسم رجل يزرع الخير في داره، اسمي عبد الله فخرها ومعناها في دروب الخير طايل تنشباره، في دروب الخير طايل تنشباره، في دروب الخير طايل. عندما مقارنة لحوم الإبل باللحوم الأخرى، فلحوم الخرفان حوالي 22% دهون، لحوم الأبقار 18%، الماعز حوالي 9%، الإبل لحومها حوالي 7%. كذلك أخذنا نسبة الحديد في لحوم الإبل حوالي مرتين، أكثر من مرتين ونص أعلى من اللحوم الأخرى. وكذا ولو جينا اخذنا حليب الابل، يتوفر في حليب الابل الكالسيوم والبوتاسيوم والمعادن الاخرى اعلى بكثير، حوالي 3 أضعاف الحليب الاخرى، والدهون دهون الابل حوالي 1.8 مقارنه بالحليب الاخرى، مقارنه بالخرفان حوالي 4%، بالابقار حوالي 3%. بالإضافة إلى قوة تحمل الإبل أنها تشرب، لو عطشت تصبر عطش حوالي 5 أيام، وتقدر تشرب 180 لتر، ما يكون عندها تفجر في كرات الدم مقارنة بالإنسان أو بالحيوانات الأخرى، وهذه قدرة إلهية عالية. والإبل تحمل نفس وزنها تقريبا، والإبل هي الحيوان الوحيد اللي يحمي يشيل وهو جالس نفس الكمية اللي يشيلها، يشيل دائما يشيل حمولته وهو جالس، بعكس الحيوانات الأخرى اللي دائما تشيل الحمولة وهي واقفة زي الأبقار ولا زي الفيل ولا الحصان ولا غيره. مقارنة حتى لو شفت الإبل تشوف نفس القوة اللي تشوفها في النهار تشوفها في الليل، لأن البوتقة عندها ترتفع. الإبل تشوف دائما الأجسام الإنسان، تشوف الإنسان أكبر من حجمه بكثير، علشان كذا تهاب الإنسان، وهذه قدرة إلهية. كذلك تتحمل حرارة عالية، وترتفع درجة حرارتها أثناء الصيف إلى حوالي 42 درجة. دائما الإبل مختلفة، وهذه عظمة الله وقدرته في 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 الإبل، وعلشان كذا ذكرت أكثر من مرة في القرآن، وهي أليفة إذا تحب صاحبها. وكذلك نسبة الحليب في الإبل في مقارنة بالشتاء والصيف، يعلى تركيز الحليب الإبل في الصيف حوالي 8% زيادة، يعني ب 82 يطلع إلى حوالي 90% في الصيف مقارنة بالشتاء، وهذه قدرة إلهية لكي تعطي رضيعها والراعي اللي معها أن يكون نسبة الموية الموجودة في الحليب أعلى بكثير. وهذه دهون الإبل مختلفة عن دهون الحيوانات الأخرى، لأن حبيبات صغيرة وامتصاصها للجسم أعلى تكوينها. وكذلك الإبل في علاجات أخرى، علشان كده يعتمدون أهل الصحراء على الإبل أكثر بكثير في الحليب، وتلك أجسامهم قوية والكالسيوم عندهم عالي، وأسنانهم ما في قليلة السوس يعني مقارنة بالسكان المدن. وعشان كده هي سميت سفينة الصحراء، لأن قوة تحملها وأنها تعبر النفوذ بخفيها الرقيقين، اللي مقارنة تحمل هذه الحمولة تتعجب الإنسان من قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الساق النحيف له عظمها جدا شديد.
والابل كما تعرف ان عندها الوفاء لصاحبها وتعرف مرعاها وترجع حتى لو ضعتها في الصحراء هي تاخذك لاقرب منطقه فيها ماء، وهذه قدره الهيه. كذلك مرعاها ما تنسى المرعى او تنسى المحل اللي ولدت فيه، وكنت مركب فيها مجلان ترجع مره اخرى الى مكانها، حتى عند الولاده ترجع المحل اللي كانت ولدت فيها وعاشت فيه قبل. وهذه قدره سبحان الله. وعند الاستطاعه ان تكتشف مناطق الربيع وذلك عن طريق الشم. كذلك المويه كيف تكثف الابل، المويه يعني ما تفقد مويه كثير، ما تعرق الابل، تكثفها عن طريق الخياشيم، تمتص المويه فيطلع المويه الماء جاف دائما. وهذه قدره الهيه غير موجوده في 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 الحيوانات الاخرى، وسبحان من خلقها. جزاكم الله خير وشكرا. جتكم من أقصاها تدحم الميدان والطاير غبارة، أقوي تخيار المجاهيم وأغلاها لو تباعوا فيها للزين تجارة. العقيليات جتكم من أقصاها تدحم الميدان والطاير غبارة، أقوي تخيار المجاهيم